السلام عليكم وصباح الخير. المهم الناس اللي كيسولوني على الكرا او فيديو ديال الكرا ولا لي بيسو، جبت لكم واحد ثلاثه ديال الابليكاسيون راه زوين. لي زابليكاسيون راه هما ثلاثه، غنوريكم الطريقه كيفاش تحصلوا على بيت. نخليكم مع الفيديو ما تزطيش. بسم الله على بركه الله. واول اسم وهي ابليكاسيون ولابوب. ولابوب راه كاين في اسبانيا وفيها جميع الحاجيات والخاصيات من الخدمه من كيرا المنازل. اول حاجه غنشوفو بالنسبه للناس اللي كيسمعوا لك راه ابليكاسيون كيما كتكتبوا في الخانه ابليكاسيون كبير، وكتشوفوا الاصناف اللي بغيتو، واش بغيتو غرفه شقه ولا منزل، نتوما كتختاروا كتدخلوا جميع الخاصيات اللي كتبقاو وكتشوفوا المدينه اللي كانت، سواء الناس ديال برشلونه برشلونه او جيرونا او مدريد، وكتكتبوا السعر من الماكسيموم من المينيموم حتى الماكسيموم، من 300 اورو حتى 450 اورو 500 600 على حساب جيبك. هذه اول حاجه بالنسبه كيعطيكم الصور وكيعطيكم جميع لي ديتاي ديال الشقه من المطبخ حتى الحمام، يعني كل حاجه وكل حاجه والدقيقه ديالها. المهم هذه ابليكاسيون بالناس اللي جاوا جداد لاوروبا، فيها جميع الحاجيات ديالكم. وما تنساوش راه الايجار في اسبانيا صعيب بزاف بزاف بزاف، ونتمنى الله تيسر لكل شيء في هذه الابليكاسيون اللي غنبارطاجي معكم وهي ولابوب. وبالنسبه لهذو تكون الاجونس اللي كتعامل معاهم، نتمنى تكون افاده فاتكم زوينه وتشوفوا هاد الابليكاسيون ديال ولابوب راه مزيانه وبخير. يوس اللي بالخضر كما كتشوفوها حتى هي نفس الطريقه كديروا في الخانه الاولى ابليكاسيونيس بالنسبه للكراء، وكتشوفوا لي ديتاي ديال الشقات اللي بغيتو، كتكتبوا لي زانفورماسيون فيها اشنو بغيتو العروض على الثمنه داكشي. يا سلام، يعني كتشوف على قد جيبك وكيعطيك الصور وجميع التوضيحات اللي بغيتيها في الشقه دي. التطبيق الثالث هو اليستا كما شفتوه، فيه حتى هو نفس الخاصيه، كتدخل الابليكاسيونيس كتدخل فيه كتشوف انت انك غترتاح في المدينه اللي بغيتي فيها، سواء جيرونا او برشلونه نفس الاسعار، ولكن السونتر تقريبا تيكون غالي غالي بزاف، ولكن انسان تيشوف لا حبه يكون شي بعيد شويه على السونتر حتى هو كيلقى رخيص، ولكن الاثمنه في الصيف كتكون غاليه، ولكن دابا مع هذه المده ديال شهر 10 11 كيكونوا الاسعار شويه مختلفين. كراكم عارفوا ان اسبانيا مدينه بلد سياحي عفوا اللي كيجيو فيه توريست من كل العالم، داكشي باش تكون الاسعار مرتفعه. هنا بالنسبه انك تعطيك واش تكون مدخن ولا ما مدخنس، كتشوف المينيموم ديال البري اللي غادي تخلص نتا حتى تقريبا 700 800 اورو على حسب جيبك. وفي هذا الاثناء انه كنقول لكم بصراحه السكن في اسبانيا راه صعيب بزاف بزاف مع التجربه ديالي، ولكن الحمد لله الانسان خصو يصبر اذا بغيت توصل. وها هما الشقق اخرى كاينين، هي انسان راه خصو يعرف انه راه الحاجه اللي بتوصل لها ضروري ضروري من الشقاء حتى يجيب الله العسر. ونتمنى لكم الخير ان شاء الله، وكنشكركم بزاف على هذا اللي كنبارطاجي معكم هذه المعلومات اللي انا استفدت من الاول، وانسان كيستافد اخو المسلم. وشكرا والى اللقاء في فيديو ان شاء الله، وشكرا لكم، شكرا بزاف بزاف الناس ديال دعوات الخير، وتصبحون على الف خير.